السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ودع فريق اتحاد طنجة منافسة كاس العرج بعد خسارته امام فريق الجمعية الرياضية المنصورية بهدف لصفر على بساط الملعب البلدي بالمنصورية ضواحي مدينة المحمدية، حيث كان الصدام قويا بين صاحب الارض المنافس في بطولة القسم الوطني الاول هواته وفارس البغاز المنافس في القسم الأول الاحترافي. المباراة التي لعبت بدون جمهور تميزت بالندية بين الفريقين المتباينين. الجمعية الرياضية المنصورية فرض إيقاعه على ضيفه اتحاد طنجة حتى تمكن في الدقيقة 12 من تسجيل هدف التقدم بواسطة اللاعب ديلي كبونكيو موديستا. بعد ذلك سجل اللاعب كونتي هدفا برأسه، لكن حكم الشرط رفع راية التسلل. صاحب الأرض حاول إضافة الثنائية لكن دون جدوى، فيما لم يجد فارس البوغاز طريقا للتعديل النتيجة لينتهي الشوط الأول بفوز الجمعية الرياضية المنصورية بهدف دون مقابل. خلال الشوط الثاني انطلق اتحاد طنجة في البحث عن هدف التعادل وبذل جهدا كبيرا من أجل ذلك، لكن الجمعية الرياضية المنصورية سعى لتأمين تقدمه وسيطر على مجريات المباراة. فارس البوغاز ضيع محاولاته والجمعية الرياضية المنصورية حافظ على شباكه نظيفة واكتفى بهدفه الوحيد حتى صافرة النهاية. كنظن أن اللاعبين كيبذلوا مجهودات كبيرة كوسوسوا في لا بوزيسيون دو بال ولا في لو بريسينغ على لادفيرسير بور ريكيبيغ لا بالون لا بال دونك. خلال الشوط الأول محاولات حقيقية للتسجيل ثم أعدنا الكرة بنفس الطريقة. في النهاية مبروك للفريق الخصم وأتأسف للجماهير الطنجية على هذا. فريق الجمعية الرياضية المنصورية اقتنص تأهلا مستحقا لربع نهائي كأس العرش بعدما قدم عرضا مقنعا خلال المباراة وصنع المفاجأة بميدانه بإقصائه اتحاد طنجة الذي ودع المنافسات بعدما ضيع فرصا سانحة أفقدته السيطرة والقدرة على الفوز بالمباراة.